حاجة تانية، نقطة خطيرة جدا في المباراة، أو يعني قد تكون هي الكوميدية الغريبة اللي في المباراة، اللي تغيظ شوية الزملكاوية في عز ما الزمالك قاعد بيدور على واحد يجيب جون في الفترات الأخيرة، على حد هداف يقدر يعوض يقدر يحرز أهداف. المباراة النهاردة بتنتهي ب2-2، ومصطفى فتحي وعمر السعيد هما الاثنين اللي بيحرزوا الأهداف، وبكل سهولة وسيطرة، وشخصيتهم رائعة جدا في المباراة، ومتميزين جدا، بيتحركوا بشكل جيد جدا، أدائهم راقي جدا. الهدف الأول فضل عايز يحكي عنه، ووليد عايز يشوفه ويحكي برضه عنه. كل حاجة اتعملت بشكل رائع. بص مصطفى فتحي بيمينه بالتحرك، العدلة الكرة ليه عالمية، هو برجله اليمين عملها حلو قوي. مصطفى فتحي النهاردة عاش وقت سعيد في المباراة، حتى ضربة الجزاء اللي راح جابها بشكل رائع. نفس الشيء عمر السعيد اللي ما كانش لاقي نفسه جوه الزمالك، وشخصية الهداف بعيدا عنه تماما. الحتة دي اللي انا عايز اروح لحضرتك يعني فيها، هل ان هم بيلعبوا بدون ضغوطات؟ أيوة الفرصة طبعاً. لما جت للاعب تمسك بيها، شايف يعني ايه اللي وصلهم؟ ضغوط مختلفة تماما. لعيب الزمالك والاهلي حاجة تانية، في منطقة تانية. لعيب الزمالك والاهلي بيبقى عنده معاناة كتيرة جدا. حتى التحركات بتاعتهم هنا بتبقى اسهل، فيها شيء من التحرر. وعلى رأيي بتكلم مع الكابتن وليد والكابتن فضل، وقالوا قال لك ان هم حتى هنا لو لعب الماتش اللي جاي نص نص ولا اللي بعده مش هيتمثل اي ضغوط عليه، غير في الزمالك والاهلي الدقيقة محسوبة عليهم. لعيبه الزمالك والاهلي الدقيقة بتتحسب عليهم، لعبها ازاي وادى فيها بشكل ازاي. فهنا طبعا، لكن هم بيستعيدوا ثقتهم في نفسهم، وده برضه عنصر مهم جدا، على اساس لما يرجعوا يبقوا راجعين وهم عندهم شخصيه مختلفه. هنا بصراحه يعني هم اكتر اتنين استفادوا من المباراه دي، عمر السعيد ومصطفى فتحي، ان هم طبعا الاداء بتاعهم كان راقي جدا ومقبول جدا، وكان ليه نتيجه جوه المباراه. لازم نتكلم بقى على الملعب اذا ملعب، والفرقه اذا فرقه. يظل انا الاثنين حراس المرمى كمان عملوا مباراه رائعه جدا، احمد عادل عبد المنعم والهاني سليمان، بصراحه الاثنين كل حاجه كحارس مرمى قدموها بشكل رائع جدا. يعني ما فيش خطا لاحمد عادل في كرات عرضيه، تحرك في وسط لعيبه، ما فيش خطا واحد، اداء رائع جدا لاحمد عادل عبد المنعم هو والهاني سليمان. يظل اللعيب المفضل بتاعي اللي انا بستمتع بيه جونسون، وجونسون الباك الشمال بتاع الجونه لعيب ليه طعم مختلف، كورته حلوه، ذكي، رغم ان النهارده من ذكاء احمد سامي المدير الفني بتاع سموحه انه عارف يلعب عليه ازاي، ويوتره في اوقات كتيره في المباراه ازاي، ويضغط عليه ازاي، وتعامل معاه معامله على انه المفتاح الرئيسي لفرقه الجونه. وكان حظ سموحه ان سيرجي اكا ما كانش في حالته، منطقه نص الملعب ما كانتش في حالتها النهارده في الجونه، ما كانتش بكامل ادائها او بشخصيتها. لكن يحسب للاثنين المدربين ان هم عرفوا يلعبوا شطرنج كتير قوي في المباراه دي، وعرفوا ازاي يقفلوا مع بعض ويتعاملوا ازاي مع بعض. واعتقد ان النتيجه في الاخر قد تكون مقبوله لينا كجماهير، لكن هي محزنه جدا للجونه، سعيده جدا لفرقه سموحه. احمد عبد القادر كمان لعيب كويس قوي قوي قوي، وبيثبت نفسه بشكل مختلف، واعتقد لعيب قادر ان هو يثبت نفسه في الوقت اللي جاي. عجبني شخصيته جوه المباراه، حتى يعني هو خرج في الدقيقة حوالي 82 84 حاجة كده، بس كان عامل مباراة مقبولة جدا. تظل النتيجة قد تكون عادلة في شكلها وفي مضمونها، لكن زي ما بقولك الندم كامل عند فرقة الجونة لضياع النقطتين، فرقوا معاه قوي.